بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه تعرف جيرو لينكس. معكم دبو جيب، راجعه جديده، الواحدة من التوزيعات الجميله، تمام، اللي هي طبعا توزيعات لينكس منت. خلينا نرفع هذا الرقم 17. اوكي، طبعا راجعتكم التوزيع قبل، سويت مراجعه على واجهه سينمن وواجهه ماتي مع بعض. اول مره اعتقد اني اسوي مراجعه لينكس منت بواجهه كي دي اي تحديدا، تمام. بصراحه يبدو انه في ناس ورغب بالموضوع هذا، حصل فيه اكثر من سؤال والحاح الى الموضوع وصل لتويتر، فقلت شكل الدعوه فيها فله. يعني عموما انا ما ارى التوزيع هذه الا ان توزيعها فيها واجد كي دي اي، ولكن بتكلم لكم منها من باب ان توزيعها يعني لينكس منت بكي دي اي مختلفه يعني. اوكي، بس هذا بيكون فيها عن طريقه. اول شيء لينكس منت تجي بواجهات كثيره زي ما انتم عارفين، تجي بالسينمن، مؤخرا صارت تصدر السينمن ومع متيه ثم اكس اف سي اي، وعندنا كي دي اي. المبدا انه يكون عندك توزيع جاهز الواجهه به فقط. اوكي، طبعا شرحت هذا الكلام قبل شوي بمنتدى الدعم الفني، ولكن مبدا الموضوع انه يكون اوكي، انا رجل احب كي دي اي، اوكي احصل على توزيع لينكس منت ببساطه، لينكس منت مع واجهه كي دي اي. اوكي، هذه الفكره. لكن تقدر تنزل واجهه كي دي اي بكل بساطه من النظام او من المستودعات تستمتع. انا واحد من الناس اذا احب واجهه احصل على التوزيع بالواجهه واثبته، ما احب اني اثبت الواجهه من جديد، خاصه اذا توزيع لينكس منت التخصيص به يعني ما احبه، يعني احب استخدمه كما هي. طيب نقول بسم الله. طبعا التوزيع تجيب اشياء كثيره، اولا راح تكون مدعومه الى عام 2019، هذا شيء جميل. تستخدم مبني على بونتو 14.4، وناخذ قليلا من القهوه اليوم بغير عشان لينكس منت كي دي اي. لو كانت لينكس منت واجهه ثانيه وخضره باخذ شاهي عشان صرنا. اوكي، كل الميزات اللي موجوده تحت موجوده هنا. اوكي، اللي هي مراجعه لينكس منت، واجهه سينمن وماتيا، كلها موجوده هنا كميزات جديده للنظام. ولكن في ميزات ثانيه اخرى موجوده على التوزيعات كي دي اي، اللي هي من ضمنها بعض الاشياء الخاصه بكي دي اي. طبعا هذه الواجهه الترحيبيه موجوده في كل توزيعات لينكس منت، وتظهر لك عند تثبيت النظام لاول مره. لنفترض انك شخص ما تعرف كي دي اي، راح اعرفك على كي دي اي. ايش هي موضوع كي دي اي؟ كي دي اي عباره عن سطح مكتب موجود في شريط تحت، تمام، بالشكل هذا افتراضيا، تمام. من هنا في قائمه برامج، بس هذه الفكره. طبعا في اشياء ممكن تضيفها بزر يمين على سطح المكتب، من هنا اد ويدجتس ممكن تضيفهم على هنا الشريط، ممكن تضيفه على سطح المكتب على راحتك. طبعا بنفس مميزات السينمن من ناحيه البساطه او الماتيه، موجود ايضا متصفحك، موجود كل حاجه، تمام، بس الشكل اللي قدامك تغير. الجدير بالذكر انه لما تركب لينكس منت، تمام، راح يكون مهيئات لك للاستخدام بواجهه كي دي اي، عكس بقيه التوزيعات لما تثبت التوزيع او لما تثبت الواجهه بتكون بعض برامج جي تي كي ما بتشتغل صح. عموما في عندنا اشياء كثير هنا موجوده، من ضمنهم الاماروك اللي هو منظم الموسيقى، تمام، او مشغل الصوتيات ايا كانت. الطرفيه موجود عندك اللي هو خاص بالكونفرزيشنز اللي يستخدم ايريك او اي ار سي، تمام، بسميه ايريك انا ما ادري ليش. كي دي اي خاص بالكونتاكتس، طبعا لو فتحته من هنا بيجيك ماسنجر عادي. اوكي، بس انك راح تحط بعض الاعدادات الخاصه بك بحيث انه يصير عندك ماسنجر. طبعا ماسنجر مدمج مع الواجهه. الجيد بالموضوع لما تستخدم ماسنجر مدمج مع الواجهه، تمام، بيكون متعامل جدا مع الواجهه. هذا يعني يكون تضيفه على سطح المكتب الجهات الاتصال حقتك ممكن تكون مدموجه مع برنامج ثاني يستخدم كي دي اي، يكون في تناسق يعني بالموضوع. في عندك هنا سوفت وير مانجر. اوكي، لو فتحنا سوفت وير مانجر راح يطلب منك اللي هو الباسورد. اتمنى اني ما نسيته باسورد، اتمنى اني ما نسيته. لا 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 لا. اوكي، جميل جدا. طبعا هذا سوفت وير مانجر. السوفت وير مانجر هذا هو ايش اسمه؟ اباوت. اوكي، افتح اباوت منت انستول، تمام. طبعا هذا هو نفسه موجود على ايش اسمه منت العاديه. اوكي، لاحظوا نفسه بالضبط، ولكن مع تغييرات بالشكل بحيث انه يكون لمسه كي دي الايقونات والى اخره. اوكي، طبعا من هنا ثبت البرامج. في عندنا اللي هو ما ادري اذا كان مثبت اصلا، برنامج سما ابر غير مثبت، تمام، اعتقد انه مثبت ولكن ممكن غير اسمه الى اخره، ولكن يهمك. في عندك هنا اللي هو سيستم سيتنجز، هذا افضل شيء بالكي دي اي، اللي هو لوحه تحكم متكامله. اوكي، راح تكون شامل على اشياء كثيره. طبعا لان الكي دي اي هذا الجديد بيكون فيها ميزات جديده. طبعا هذا الكي دي اي اصدار 13 4.13، نشوفه. اوكي، 4.13 هذا الاصدار الاكثر استقرارا حتى الان. اوكي، في عندك اللي هو مؤثرات سطح المكتب، وعندك سطح المكتب اللي حاب تزين شكله، كل حاجه موجوده هنا. اوكي، طبعا في بالاضافه لبعض الاشياء اللي اضافوه نفسهم مطورين لينكس منت، مثل جدار الحمايه. في عندك هذا، طبعا اعتقد انه يكون موجود اذا كنت مثبت المسنجر، مش متاكد يعني، تمام. في عندك الهاردوير، ممكن هنا تعدل بعض الاشياء زي مثلا الدرايفر مانجر الخاص باللينكس منت، تمام. في شغله ثانيه ضفوهم على واجهه كي دي اي، واجهه كي دي اي بشكل افتراضي ضغطه واحده وتفتح، هم حطوها بشكل افتراضي ضغطتين. اوكي،
طيب انا جاب طعم لانه ما في حاجه اصلا فما ما ظهر لك شيء كمان اوكي. هذا مدير التحديثات او مدير التعريف. طيب انا ما بسوي شيء هنا ابي ارجع اوكي. في عندنا بعض الاشياء ايضا لو نزلنا تحت السوفت وير سورسز ايضا لاحظ انهم اضافوها هنا تمام. دبل كليك بعد طبعا السوفت وير سورسز ايضا تكلمت عنه انا في درس سابق. هذه اضافه جديده على اللي هو اللينكس مينت. لاحظ انه يستخدم ايضا ثيمات وشكل الكي دي اي. طيب طيب بدل اوكي اوكي طيب اوكي جيت اوكي مره ثانيه. طيب لو نجي للمدير الملفات طبعا مدير الملفات مختلف تماما. لهم لمسه خاصه بهم طبعا انا المستخدمين كي دي اي من زمان واعرف شكل الكي دي اي الافتراضي هو ذا هو. لذلك هم لمسه لهم لمسه افتراضيه بحيث انه النصوص تظهر جنب الايقونات. الايقونات تتغير شكلها وبصراحه انا راح اشيلها لان ايقونات الزوزه تجيب المرض مع احترامي الشديد لهم تمام. انا استخدم زوزه مؤقتا فما ادري زوزه ما عجبني شكل الايقونات اللي عندهم لذلك راح اشيل الشغله هذه كامله. بالاضافه الى بعض الاشياء اللي اضافوها مؤخرا على التوزيع مثل الخلفيات الخاصه بسطح المكتب زي ما انتم شايفين. طبعا اعتقد اني سحبت كل الخلفيات هذه. اوه يجي واحد يقول هذه ماسونيه. اوه ماسونيه يا الهي. اوه اعرفكم انا والله دورون الشر اوكي. خلينا نغير عشان ما يقولون بس يقولون ماسونيه اوكي. ما ادري في واحد مكتوب عليها كيانا اعتقد. هذه 17 وين كيانا؟ اوكي ابي كيانا اوكي. هذه واجهه كي دي اي على لينكس مينت. ناهيك عن بعض الاضافات الثانيه اللي هي مدير الدخول. عاده اذا كنت بتستخدم مدير دخول مثل كي دي اي راح تستخدم كي دي ام الخاصه بهم. ولكن في كي دي اي استخدموا عفوا في لينكس مينت استخدموا مدير الدخول الخاص بهم اللي يسمى ام دي ام اللي هو مينت ديسبلاي مانجر. لاحظ انه هنا ومتوافق جدا مع النظام لا تقلق. يعني احيانا بتواجه بعض المشكلات بالطاقه بعد تشغيل والى اخره لكن مع لينكس مينت الدعوه تمام تمام. هذا تقريبا هي الواجهه او عفوا التوزيعه بكل ما تحمل من كلمه. طبعا كل اللي قلت لكم اياه ملخص الكلام عباره عن كي دي اي مثبته على لينكس مينت مضاف اليها بعض الاشياء الجميله جدا الخاصه بلينكس مينت اللي انا رجعت تحت بالشريط السفلي. ما حاب اني اعيد الكلام مره ثانيه لانه في ميزات متشابهه هنا وهنا. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. على السلامه. شو ذي؟ لا على السلامه.